أقولكم شو الآلة اللي رح نتعرف عليها اليوم بحلقتنا؟ آلتنا هي آلة نفخ تنتمي لعائلة الخشبيات Wood Wind Family. حزرتوا؟ رح نتعرف اليوم على آلة الكلارينات. الكلارينات هي آلة موسيقية غربية قديمة، هي آلة نفخ وأخذت شكلها الموجود اليوم سنة 1700 مع صانع الآلات الألمانية يوهان كريستوف دينر. الكلارينات في عندها عدة ثقوب لتغيير الصوت. المؤلف هندل ألف افتتاحية أوفرتور للكلارينات، وكمان موزار ألف كونشيرتو بالكلارينات. الكلارينات سميت آلة نفخ خشبية لأنه كانت تصنع من خشب الأبانوس، أما بعصرنا هلأ تصنع من المعدن. طول الكلارينات 66 سنتيمتر. تستعمل هالآلة بالإضافة للأوركسترا بموسيقى الفرق العسكرية. في عنا عدة أنواع من الكلارينات. عنا كلارينات سي بمول هي الأكثر انتشاراً، عنا كلارينات اللا، وعنا البيس كلارينات كمان على السي بمول، هي صوتها جهير وهي أطول بكتير من الكلارينات اللي على السي بمول. عنا كلارينات على المي بمول وهي صوتها حاد أجو وأقصر بكتير من الكلارينات على السي بمول. هلأ رح نتعرف أكثر على هالآلة مع عازف الكلارينات شرب المواز. الكلارينات هي آلة إجمالاً طويلة بتنعاد مؤلفة من خمس أقسام. أول قسم تحت اللي هو بيطلع منه الصوت، يرجع في عنا قسمين مؤلفين من كل الكبسات 24 كبسة، يرجع في عنا قسم يلي بفوت منه الصوت والقسم يلي مننفخ منه. القسم اللي مننفخ منه مثل ما شايفين بدنا نحط هيدي، هي مثل قصبة اسمها ريد، منبلها بنحطها شوي بتمنا، نرجع منركبها بمحل معين بطريقة معينة كمان كرمال يطلع الصوت مرتب. هلا كرمال طريقة العزف على الكلارينات بدنا نحط الريد على الشفة التحتانية بطريقة تسكر عليها وننفخ. هلا أول مرة أكيد رح تنشز وتطلع أصوات غريبة، بس أكيد هيدي كمبتدئين أكيد رح تكون طبيعية وبعدين مع الوقت بيمشي الحال. هلا كرمال النوتات، الكلارينات بتطلع أربع طبقات، يعني كل نوت فينا ندقها بصوت شكل، يعني مثل ما سمعتوا في أربع نوتات مختلفة بس هن زيتهم، بس كل نوت على طبقة معينة. كرمال نتعلم على الكلارينات كل ما نبلش من عمر صغير كل ما أحسن، ويوميا لازم نتمرن تقريبا شي ربع ساعة لسبب معين، هو إنه إذا بنتمرن أكتر مندوخ، وبعدين مع التطور مع التقدم بنصير فينا نتمرن أكتر، بنصير تقريبا معوضين على نفس وعلى نمط معين كرمال ننفخ فيه. الكلارينات بحاجة ل 8 سنين كرمال ناخد شهادة بكالوريا، ومن بعدها منكمل ليسانس وبصير فينا نعلم. لختام حلقتنا لليوم، والسؤال بيقول لأي عائلة بتنتمي آلة الكلارينات؟ ما تنسوا تبعتوا أجوبتكم على العناوين يلي عم تمرق على الشاشة. انطرونا بحلقة جديدة وآلة جديدة من برنامج إيقاع ونغم. باي.